بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم بدراسة متن الواسطية أي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي. لكن على ما اعتدنا في الدراسة أن لابد قبل الدراسة من معرفة أمور. الأمر الأول، لماذا ندرس هذا الباب أي باب الأسماء والصفات؟ تقدم معنا لماذا ندرس التوحيد، ولماذا اخترنا دراسة الأصول الثلاثة ثم القواعد ثم الدروس ثم كتاب التوحيد. الآن نريد أن نعرف لماذا اخترنا دراسة هذا العلم أي توحيد الأسماء والصفات. الله أعلم أننا يعني لابد أن ندرس هذا الباب، لأن التوحيد لا يمكن أن يكون إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم أن الطالب عندما يدرس كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد على ما تقدم معنا ركز فيه المؤلف رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية، ولم يترك التعريف أو ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن ركز المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على توحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف كما ذكر هذا الأئمة ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة القول المفيد. ولهذا ينصح العلماء رحمهم الله تعالى الطالب بكتابين في التوحيد والعقيدة، بكتاب التوحيد وبالعقيدة الواسطية. ثم ندرس هذا العلم لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا أيتركوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذن أمر الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه فادعوه بها. والدعاء على ما تقدم معنا إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. أشرف العلوم التعرف على الله، سبب لدخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة حتى لا نقع في ما وقعت فيه الفرق الضالة. وسنرى بإذن الله تعالى يعني ثمرة دراسة هذا العلم أي باب الأسماء والصفات. لكن أيضا قبل الدراسة لابد أن نعرف ما هي طريقة السلف لدراسة هذا الباب أي باب الأسماء والصفات، وهذا مهم جدا. طريقة السلف الله أعلم أنهم لا يسألوا عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم. لماذا؟ لأنهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق. إذا لا يمكن أن نتكلم أو نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة، وسيأتي معنا هذا في القول السديد لمن سأل عن كيفية صفة من صفات الله. قول السديد هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال في نهاية هذه الكلمة: والسؤال عنه بدعة، وتحذر أن تأتي بأشياء لم ترد عن السلف. إذا لا يمكن أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة. السؤال كما سأل وقال الرحمن العرش استوى، قال كيف استوى، يسأل على ما سيأتي معنا، هل الإنسان مسير أم مخير، يسأل هل ظاهر الأسماء والصفات مراد أو غير مراد. إذا هذه الأسئلة لم ترد عن السلف رضوان الله عليهم، والأصل أن لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها
الصحابة رضى الله عليهم. هذا الأول. الثاني، لابد أن يكون الغرض من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء، سئل عن عظيم، كيف يسأل عن هذا؟ فعندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى طأطأ رأسه وعلاه العرق الرحضاء أنه يعظم الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله ويفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ثم بعد هذا يأتي ويسأل عن هذه المسائل؟ إذن لابد أن يكون غرض الطالب من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن أن تكون الأسماء والصفات التي لله سبحانه وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين، ولا يمكن أن نتكلم عن صفات الله كما نتكلم عن صفات الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم أي ما يجب في حقه سبحانه وتعالى وأنتم لا تعلمون. أيضا من طريقة السلف في دراسة هذا الباب ثلاث قواعد، وهذه أهم ما يكون إذا أردت أن تكون على طريقة السلف، على ما ذكر الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى، وكذلك على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله الجميع. تطبق قواعد ثلاثة دائما في الأسماء والصفات: القاعدة الأولى الإثبات، والقاعدة الثانية التنزيه، والقاعدة الثالثة أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. القاعدة الأولى إثبات والدليل وهو السميع البصير وأدلة. القاعدة الثانية تنزيه، ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. هذه القواعد الثلاث ذكرت في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. مثلا صفة الاستواء، تقرأ الرحمن على العرش استوى، إثبات القاعدة الأولى، تقول نثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي. تنزيه يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل استواء المخلوقين. المعاني معلومة، كيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. نقول نعرف معنى الاستواء ونؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية تليق به سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها. والسؤال عن الاستواء أي عن كيفية الاستواء بدعة. النزول، ينزل ربنا، نثبت لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي. تنزيه يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين. نعلم معنى النزول ونثبت أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. وعلى هذا نسير في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. أيضا من طريقة السلف في دراسة هذا الباب أن السلف رحمهم الله رتبوا لنا العلوم، ولا بد أن نسير على ما كان عليه السلف حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رتب العلماء العلوم وقدموا وأخروا، فليس لنا أن نقدم ونؤخر إلا على ما جاء عن العلماء، ولكن
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ولذلك من الخطأ أن يبدأ الطالب بدراسة متن العقيدة الوسطية قبل دراسة كتاب التوحيد، وهذا تقدم معنا في القواعد الأربع أن ذكرنا ما جاء عن الشيخ صالح الشيخ حفظه الله أنه في أول درس له في كتاب كشف الشبهات قال الذي لم يدرس معي كتاب التوحيد يقوم الآن من الدرس. بعض الطلاب يقتر بنفسه ولا يدري ولا يعرف شيء ويقول أنا طالب علم متقدم وكذا ولا بد أن أبدأ بالحموية أو كذا أو الوسطية دون أن أدرس الأصول الثلاثة أو القواعد أو كتاب التوحيد. فحتى يعني نحقق هذا الأمر في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، نحن لم نبدأ في بهذه الدورة أي بشرح العقيدة الوسطية إلا وقد أتممنا ولله الحمد دراسة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة وكتاب التوحيد. فالذي يعني لم يتقن هذه المتون لا يصلح له أن يحضر معنا هذه الدورة. فماذا يصنع؟ يبدأ ويتدرج بالدراسة، يتعاون مع زملائه، يستمع إلى الأشرطة، يبدأ بالسؤال والجواب ويحرر المسائل ويضبطها. لأنه قد تأتي هناك مسألة تقدمت ونقول هذه المسألة قد ذكرناها في شرح كتاب التوحيد، أو تأتي شبهة، فكيف تدفع الشبهة؟ تدفع الشبهة بالأدلة من الكتاب والسنة. لكن إذا لم يكن في القلب توحيد يدفع كل شبهة استقرت الشبهة في القلب، وهذا مر معنا في كتاب التوحيد، وأن أهل السنة والجماعة يمنعون من مجالسة أهل البدع بل حتى المرور بهم. طيب بعد هذا اعتدنا في الدراسة أننا نفهرس المتون التي ندرسها. إذا أردنا الله أعلم أن نفهرس هذا المتن، نفهرس هذا المتن ونقسم هذا المتن إلى القسم الأول مقدمة، وهذه المقدمة من أحسن ما يكون، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من عادته في التأليف أنه لا يأتي بشيء من كلامه، يحرص أن لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في تعريف هذا التوحيد من غير تمثيل ولم نقل من غير تشبيه، لأن هذا الذي جاء في القرآن. هذه المقدمة ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب لباب الأسماء والصفات. ثم بعد هذا جاء بالقسم الثاني، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب. القسم الثاني الأدلة من القرآن، وقدم الأدلة من القرآن، ثم لم يكتفي بهذا بل أورد الأدلة من السنة. هو رحمه الله تعالى في الأدلة من القرآن كما قيل عنه رحمه الله أنه إذا جلس وتحدث ينتقي من القرآن ما أحب، كأن القرآن بين يديه من شدة ضبط وحفظ شيخ الإسلام، وكذلك أيضا في الأحاديث. فرتب الأدلة من القرآن ترتيب عجيب على ما سيأتي معنا. ف
ثم تعمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يأتي بالأدلة من السنة على بعض الصفات التي لم ترد في القرآن حتى تعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى في إيراد الأحاديث الأدلة من السنة كرر بعض الصفات التي ذكرت في القرآن. لماذا؟ بغرض عند المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أراد أن يقطع الحجة عن المنازع في المسائل التي ظهرت ولم تكن في عهد السلف الصالح، كالقول بخلق القرآن مثلا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى سبب التكرار. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد القسم الرابع. هذا القسم الرابع من أحسن ما يكون، بل هذا القسم الرابع هو سبب إرشاد العلماء إلى حفظ هذا المتن، أي متن العقيدة الواسطية.